حتى لو قال لك تعبان، قول له سيف بين الحياة والموت. إن شاء الله. يلا. شبلاك سير. وين بسير؟ بس يمكن ما ارجع. ليش؟ اذا سالم قال لي اتقدم بسير ارقد في بيت محمد، انا قريب من بيته. وش حقه ما تترياه؟ استحى اقول له اني خايف. صير ريال يا وليدي، سير بسرعه. يلا. يا وليدي يا وينك يا أحمد؟ تعبت وتعب صبري وما مليت، طفحت وزاد همي وتحملت، فزعت حلمت حلم وقمت بنار تحرق بيوفي من يوم فراقك يا يمه. وينك يا أحمد؟ وين صرت؟ وين أسير؟ لو تدري أنا إش كثر محروقة. أنتظر طلتك، طلعتك مو بيوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين. لو تدري أنا إش كثر أنتظر، كان ما طولت غيبتك علي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سالم بطل الباب. زين كسرت الباب. زين خير يا ولدي؟ شو صاير؟ زي غيتني فيك شي. سلامتك، بس اخوي سيف وايد تعبان وامي تبغيك الحين. الحين؟ اي نعم الحين. ان شاء الله يا ولدي، بس بسير بلبس الثياب وبي. انت تقدم لي. بس انا شو بس بعد تقدم لي وانا بيك. يلا ولا اقول لك يا عينك يا عينك الحين. يا يا you
مايد مايد وين سارها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نورا 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 نواري نورا نواري نورا وعقب شوية زعفورة ابخت ابخت استح على وجهك ولا تستحل من بنات خلق الله. واحد ما يقدر ياخذ راحته حتى في الحلم. احنا دنيا ولا نص فيها بعد، حتى الحلم واحد ما يقدر يستانس فيها. وايد تهذي وايد تهذي. انت ماك الحيف البارحة وفقدتك، اذيتنا اذيتنا تراك. الا اقول بخيت العصر اذن، ترى انا ابى اتسحر يا ابوك. اي عصر اي تسحر الله يهديك. احنا وين رمضان؟ وين رمضان بعد ما يانا يا ابو يرقد الله يخليك. اي الوان ابوك يوم بي رمضان نششني، ترى انا ناوي اصوم السنه. اقول بخيت على طاري رمضان، رمضان وتسلموه البلمة، شخباره بعد اللي اليوم يسرق سمك من الجراجير؟ بخيت يا بخيت احكيك انا شي ما ترد وصمخ ان شاء الله. قول امين امين. شبراني انا يا نسهر ان شاء الله يسلموا البلبة، انا انخمت احسن لي. الحمد لله ما فيه الا العافية، بس المسكين مو بقادر يتنفس. لا ما شاء الله هذا ويتنفس وبخير، واليرح بدا يبرى يوم عن يوم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الا مايد وينه؟ ما اشوفه صار يرقد. مايد مايد مايا عيل وين صار؟ وهو قال لي اذا ابو سالم قال لي تجدم بيصير يبات عند ربيعة محمد. المسكين معلومة خايف. يلا برخصت. حياك الله جزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يا جماعة نبغي نزور المطوع اليوم، ما رقدت تمت تحاتي ولدها. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولدها سيف للحين تعبان. وهون اسمح لي يا ابو صقر، انت لازم تكون عندهم كل يوم تراك عمهم. صدقت صدقت يا ابو سالم جزاك الله خير. الله يبارك. وهذا حق لازم نزورها ان شاء الله.
استغفر الله استغفر الله. ما عليك من خرابيط ام سويله، بروك هو اللي طعن سيف وشرد. الله يهداك يا ابو احمد، كان قلت حق الريايل؟ قلت لهم وكلهم يعرفون ان بروك هو اللي طعن سيف وشرد من الفريج. لا يكون هو اللي شفته البارحه بالليل. ابوي، امي، ابو احمد، ام احمد. ابوي ظبي اصحي، انت ايش فيك؟ شو عندك؟ مو بروك اللي طعن سيف. مو بروك؟ اشترات يا يمه؟ في حد غيره. ها؟ من هو؟ الكل لازم يحذر من شره. انا ما قلت لك وعاني من الرقاد؟ زين كذي الحين طارت الطيور برزاقها، ها؟ لكن انا بأدبك ادب، حرام لا اعطيك شعيري ينفخ لك بطنك. ما عليه ما عليه، حمام اخر زمن. يلا يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، من ابو صقر؟ اي نعم. ايش حالك يا ام احمد؟ وايش حال ضبيه؟ انا بخير وعافيه، وضبيه مثل ما انت شايف صاحية وما فيها شيء، ومرة واحدة تتبدل أحواله وهي دائما تطريك يا أبو صقر. إيه الله يشافيها ويعافيها ويبشرك بقدوم ولدك أحمد إن شاء الله. الله يسمع منك ورد لي ولادي بالسلامة وشافي بنتي. إيه آمين إن شاء الله، هذا أمر الله، قل أن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. إلا يا أبو صقر خير. البارحة وأنا قاعدة عند الدريشة أتريا ولدي أحمد مثل عوايدي، ولا ما وعيت ويطلع لي ذاك الوجه الملثم اللي خرعني وما شفت مثله. ابو صقر خير. حياك تفضل. لا 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 مو بوقت الحين، امشي نسير بيت المطوعه ان شاء الله. اقول ابو صقر خير. ترى اللي انا شفته مو بحلم، صدق. هيه هي صدق صدق، ما عليك من هيك، كانت راقده هاي تحق خيط بخيط، ناقص ناقص بنتها تطلع لي طوف لا طوف. لا حول ولا قوه الا بالله. انت مسوي عمرك دختره ونك؟ ادواك ابوي خلى حق عمرك، ما حد بيذبح الولد الا ادواك وتمسيحك هذا. حسبي الله ونعم الوكيل. انا اشوف ان الولد ما يدري بالدنيا، لو يرتاح ويريح هله وايد احسن له. الموت بيد الله ما بيدك. لا حول ولا قوه الا بالله، يعد كلام ما يفهمه. انت شو من الاوادم يا اخي، اسكت وفكنا. اللي مو بعيبه انه رمستي يدور له دار ويدق راس عليه. يا جماعه الخير صلوا على النبي وتعوذوا من ابليس. اللهم صل وسلم. عن ابوه انت من دخلت علينا ما قلت كلمه زينه؟ انا بسالك ليش جاي انت حق المطوعه؟ مو علشان تطمن عليها وتطيب خاطرها؟ انت ليش ما عندك ذرابه بالكلام؟ ما بقى الا انت بعد تعلمني شو قايل اتكلم وشو اقول. انت على شو شايف عمرك؟ الدنيا ما انخلقت لك وبس. وانت بالله عليك شايف عمرك نوخذه؟ اصلا الناس هذه كلها منغش فيك. نوخذه وغصب عنك، لو كنت انت نوخذه صحيح ما اتركوك القاصه، والكل يعرف ليش. لا 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 يا ابو صقر، هالكلام عيب ما ينقال. ابو صقر انت لو دشيت وياي الغوص كان تباب وايد عليك، لا وتخب بعد. حدك عاد، هذا ابوي النوخذه عبد الله بن صقر. شب ولا كلمه، ما بقول الفريخات بعد يرمسون، لكن الشر مو عليك، على منو طالع؟ على هذا. يا جماعه الخير يا جماعه الخير صلوا على النبي، عيب يا نواخذه، احترموا على الاقل المكان اللي انتم فيه. انتم لا تنسون انكم في زياره مريض. سبحان الله، من اتلاقى مع اهل ادمي ما اقدر ايود عمري، استحمك واثور. زين الحمد لله يوم عرفت عمرك. يا نواخذتنا الكلام اللي تقولونه كبير وعيب نحن نسمعه، الكلام هذا يفرق الاهل ويغرق الفريج. هذا انتم الروس الكبيره في البلاد، اذا انتم تتضاربون ايش خليتوا حق اليهال الصغار؟ تبغون ننقسم نصين، نص مع ابو صقر والنص الثاني مع ابو شهاب؟
وبعدين نتحارب؟ تبغون الصدق؟ هذه مو بعدلة منكم، الشيء اللي تسوونه غلط. يا جماعة صفوا القلوب، صفوا النية، مو بعلشاننا، عشان عيالنا وعيال عيالنا. انت مسوي عمرك فطينة وانك مستانس من هالرمسة هاي اللي رمستها حينه، كلها خريط في خريط، نقعها واشرب مايها. يا جماعة الخير خلونا نطلع من هني وكل واحد يروح في حاله. كنت أقول مالي شغل في أبو صقر لما يدفع جيمة المحمل وعقبة تولاه، لكن الحين لا. وش ناوي تسوي يا نوخذاي؟ براويك شو بسوي فيه، خله يدش الغوص وبتعرف منو شيخ نواخذه. خماسو زغيتك يا المغازلتي، انت مغازل اختي صح؟ انا؟ لا لا يا اخوي. هاي المنو مغازل اختي؟ عفا عليك يا خشخاش يا طيب، اختك مثل اختي، انا ما ارضى عليها يا اخوي. والله حيل منو يا ريال مغازلنا؟ يا اخوي هذا واحد يشبهني ومشوه سمعتي في الفريج، هني بسير عندي شغل. والله وين عندك شغل وين بسير يا ريال؟ بسير اعطي الدياي كله. زين تعال عندنا يا ريال وتاكل. مشكور يا اخوي مشكور. خماس سلم على الدياي، مرحبا حياك يا ريال. يلا السلام عليكم طلال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم طلال. وعليكم السلام. هلا غانم، وين مايد ومحمد؟ مريت على محمد، قالت لي أمه راسي عورة مو بقادرة. ومايد؟ مايد ما شفته. بس المشكلة بوشهاب ما بيخلي السالفة هاي تمر على خير. والله عاد أنا ما بقيت أنبش المشكلة في بيت المطوعة، المسكين اللي فيه كافيه. إيه المطوعة يا أبو بدر كاسرة خاطرنا كلنا. هاي عمي، وهذا هو شاي السنة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شل شل هاي خالية. مايد ما مر عليكم البارحة في الليل؟ ابدا، ولا حد دق علينا الباب طول الليل. وابوي وين ولدي؟ وين صار؟ وهو قال ان بيجيكم البارحه في الليل، شو استوى على ولدي؟ استهدي بالله، خلينا نعرف شو السالفه، شو مستوي. طبعا ايش فيك ام محمد؟ شو هالمطوعه؟ ما ادري بها. ما تدري بها؟ عسى ما شر. ما ادري شو السالفه. لا عرفت السالفة. الله يرحمك يا سيف. سيف مات؟ صح، يقطع لسانك، لا تقولين كذي، لا تعيدينها مرة ثانية. وبسم الله على سيف. وانا ايش دراني؟ مفتاحه اللي يقول. انا قلت؟ هي قلت بتنكر تو قايل، قلت ولا ما قلت؟ انا قلت الله يرحمه والرحمة تجوز على الحي والميت. انت عمول شرارة. انزين عيش السالفة. أي سالفة ولا بلوى استويت؟ نطل أبو صقر، ولكن أبو شهاب موجود. لكن ما عليه، بدور عليكم الزمان وبتعرفوا من هو أبو صقر ومن هو أبو شهاب ومن هو مفتاح. صقر أبوك موجود أمي؟ لا ما موجود، بس أغلب الظن ميلس أبو أحمد. خالتش بلاش سيف، في شيء؟ بغيت أكلم أبوك. خالتي طمنيني، سيف في شيء؟ ولا عليك يا ولدي. تعال يا بنتي سلمي على عمك. إيش حالك يا أمي أبو صقر؟ الحمد لله يا بنتي، أنت إيش حالك؟ إن شاء الله أحسن. الحمد لله على كل حال. عمي طالبت إنك طلبة. تم، وهذا أبوش عندي يشهد. خلوكم يا المطوعة،
وقفوا وياها، لا تخلونها بروحها. يا بوش من غبشة وإحنا وياها ومطمنين على سيف؟ اللي فيها أكثر من ويعة سيف عمي. مايد. شو بلا مايد؟ إن شاء الله إن شاء الله. هلا يا مسيف. هلا. إيش حالك أم أحمد؟ أنا بخير الحمد لله. وصقر هني؟ هي موجود. قولي للمطوعة تبقيك. إن شاء الله. حياك قربي تفضلي. أحيي الخبر تفضلي. يا أبو صقر المطوعة تباك. خير خليتي. حياك مسيف. حياك تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. خلوني أنا وأبو صقر وأحمد بروحنا. أم أحمد خير؟ بارك الله فيك. وجبل وجبل خطار دشوا داخل. تفضل تفضل. أقول ترى كان تبون شور ولا راي وهذا، نحن في الشوفة، نحن حاضرين على الخشم. يا مصويلح خلينا بروحنا وسك الباب وراك، لا تقعدين عند الباب وتسوقين. والله عكيفكم أنتوا الخسرانين، بغيت أفيدكم يعني براي بشيء. سك الباب سك الباب. سكينا الباب. ها هذا الباب نصك. استريح يا مسيف. لا يا أبو صقر ما أبغي أقعد. أنا جايتنك طالبتك طلبة ولا هو برجع. أمري أنا رقبتي سدادة. ما أبغيك تخذلني، أبغيك توقف معاي في محنتي. مو أبو صقر اللي أخذلك، لا أنت ولا غيرك. قولي عسى ما شر شفيج. مايد يا أبو صقر. مايد مايد ولدي. مايد ولدي اختفى من الفريج. أنا جايتنك ما بلا إنه ضعيفة، أنا جايتنك لأنك كبيرنا وأنت السند في الفريج، وإذا الشر صابني بيعم الفريج كله. قلبي يقول لي إن ولدي مأخوذ. أبغي ولدي يا أبو صقر، ولدي مايد حشاشة يوفي. أبغي ولدي يا أيواد الله. يا أبو أحمد أهلا بيك. شوف خلنا ناخذ الرجال كلهم، أنا بروح الجهة الجنوبية وانت روح الجهة الشمالية، وأي واحد يلقاه يخبر الثاني. يلا إن شاء الله توكل. يوم تشوف بو صقر هاد علي حده وصقور داير وياه وانت واقف كأنك راقد. ايش تبغيني اسوي؟ ايش قشو ابغيك تسوي؟ ابغيك تدور وياي مثل ما صقور داير ويا ابوه، ولا انت مو بريال وما عندك لسان؟ حتى لو كنت غلطان. ومن قال لك اني غلطان؟ اسمع انت ولدي ولازم تكون معاي في الزينه في الشينه، تكون معاي حتى لو غلطان تكون معاي. ان شاء الله ابوي اللي تبغاه أنا بسوي. بو صقر متزعم الفريج، يالسين يدورون ميود هذا، وأنا أنا من كبارية هالفريج هذا، ولا حد شاورني ولا حد خذ رايي ولا حد حتى قال لي تعال دور ويانا. لكن ما عليه، هين هين يا بو صقر.
أمي 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 دانا سلام عليك. هيا الله مصويله. ها طمنيني ما حد لقاه؟ دوروا في كل مكان ما حصلوا. ان شاء الله يحصلونه. الا بخبرك ابوك وينه؟ ابوي داخل شوي تعبان. تعبان؟ قولي له قمنش يا رقم المطوع هناك مصيبه ابوك تريق الداخل. قم قولي له. صادقه يا مصويله. يلا مال العيال. كما الله. يا مصويله اوقفي. بسير ادور وياكم حالي من حالكم. تعالي الحقيني عيال. يلا. لا هالصوت. أبوي أبوي. إيه خير إن شاء الله. قوم إيلس. وش حق إيلس؟ وخيت في العبارة. إذا في شيء مهم بيجي بيخبرني. بدر وينه؟ بدر من الصبح ويا أهل الفريج يالس يدور على مايد. ها للحين ما حصلوه؟ لا ما حصلوه. مو بزين يا أبوي، مو بزين كل أهل الفريج ياس يدورون إلا أنت يالس في البيت. بركة فيهم. أمك وينها؟ أمي وياهم. ما حد يالس في بيته إلا إحنا. زين بوشهاب شفتي وياهم؟ ما أدري. بعدين يا أبوي أنت شلك بو مشهاب؟ قوم قوم خلنا نسير ندور وياهم. إن شاء الله إن شاء الله. يلا هلا دانا حياتك تفضلي. مو بوقت أدخل. قومي خلينا ندور على ماي تحالنا من حال أهل الفريج. أنت شحق يالس في البيت؟ ورطني ابو بدر، هذا وقت الواحد يبيع فيه الحين. الكل راح يدور على مايد الا انا يالس هني بروحي. نورا انا لازم اسير ادور على مايد، وما يخصني في ابو بدر ولا فيها فيها، وما حد بيحصل مايد غيري انا. أظني شرهان. منو شرهان؟ الشيخ حلمان مسعود حلمان. هي هاي ما شاء الله عليك يا سعيد. يجيب راسي خلني ببوسك. ايه
صبر. أعيش نسوي الحين الشرها عليهم هم يوم نحن يالسين هنا نشره وياك عقوم لا خنصير نشره يلا ما عدنا ها هي شو ها ها هي شرها 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 هي شرها قول هي ها ما حصلتوا اللي صار ما بهين يا ابو صقر انا ما ادري اذا كان ولدي حي ولا ميت مخطوف ولا غرقان يا ابو صقر يا ابو احمد ولدي ما يدراح وما بيرجع لي وانتم ما تبون تدورون عليه وين اهل البلاد وين الريايل يا نوخذه وين ساروا ليش ما تبون تدورون ولدي اه يا ماي اه يا حرقة فادي ولدي مايد خلاني وراح وسط ناري يبولي مايد ابغى مايد يا بنت الناس اهل الفريج كلهم دوروه وما حصلوه حصلوا على قحفيته على الرمل الله يرحمه برحمته ويصبرنا ولدي ما مات قلبي يقول ان ولدي ما مات ما غرق بس انتوا ما تبغون تدورون عليه وانا خلاص ما ابغى منكم شيء انا بدور بروحي قومي تعالي معانا سيف محتاجك ادري ان قلبك مكسور على مايد انا عمري ما انكسرت يا نوخذها يا ام سيف انت دوم تقولي لنا ان الله سبحانه وتعالى يمتحن قوة إيماننا في مصايبنا وهذا ابتلاء من رب العالمين ومن قال إني كفرت استغفر ربك يا آمنة ما باقي شيء وعذل الفير وبت على هالحالة وبعدين إذا أنت مستخسر تجلس هني سر بيتك أحسن لك حالك حال غيرك لا لا ما أصير إلا أنت وياي خلوني بروح ما بروح وياكم ها قوم يا أبو أحمد هي بس يا ابو صقر تتذكر اقول لك قوم كأنك قسيت على المطوعة يا أبو صقر أنا تعمدت وش حقه هي بروحها في حالة علشان تصحى من الحالة اللي هي فيها هذه المطوعة يا أبو أحمد وأنا أعرفها أنا ما أبغي أشوفها ضعيفة لا تخاف هذه حرمة أخوي الله يرحمه وأعرفها زين هي بس بعد ما كان لازم نودرها ونسير عنها ما عليه أنا تعمدت إن احنا نسير ولا بنتم وياها للصبح إن شاء الله بتقوم وبتصير بيتها بس بصراحة يا أبو صقر المطوعة قامت تطني من مصيبة إلى مصيبة أكبر
احنا اللي علينا سويناه والباقي على رب العالمين. هي بس اللي صار للمطوعه وعياله ممكن يصير لاي حد في الفريج. صحيح. الا صد تذكر سالفه بنتك ضبيه يوم تقول لنا ديروا بالكم على المطوعه لا تخذلونها ولا تخلونها بروحها؟ يا اخي كنه تدري بالمصايب اللي بتحل عليها. والله يا ابو صقر انا مو بعارف ايش سالفه هالبنت بصراحه. انا محتار في امرها. اي نعم وشان تبغي الصدق عاد مو بعارف لها سبب. البنيه قامت تحس بالمصايب قبل ما تصير، وانا بيني بينك انا واحد قمت اخاف من كلامها. مشكور يا ابو احمد تعبناك معنا. عفو عليك يا ابو صقر. هذا الفريج كله بيت نعود، يحضننا ويلمنا يفرحنا ويعزننا بهمومنا ومشاكلنا. هذا اللي تعلمناه منك يا ابو صقر. مشكور يا ابو احمد ما قصرت. المهم باشر ان شاء الله نتلاقه ونشوف شو الدبره. خلاص ان شاء الله. يلا برخصتك. هيل تحمل على ضبيه ان شاء الله.